هيفا كشفت كل شيء وتحدثت بصراحة عن كل ما يتعلق بالمواضيع المطروحة حولها بالإعلام. هن كمان حزنون وغضبون على اللي صار، فإذا أنا مش أنا، الدنيا كلها شايفة شو صار، ما كان حلو هالشي اللي صار، وعطيت رأيي أنا كإنسان وما برجع برأيي. يعني أنا مع على تواصل مع جمهوري جزائري، لأنه بيعرفوا كتير منيح يفرقوا بين موقف إنساني لإلي كان في يكون مطلق مطلق جنسية فيه، وبين موقفهم مني كفنانة بحبوها وبحبهم. هيوفا بدي طل عبر شاشة روتانا كليبك الرائع اللي كنت طلعتي فيه فارس رومانية، كيف بدك تقدمي هالعمل الجميل لمشاهدي روتانا؟ شو بتقولي لهم عنهم؟ كيف يحضروا ويتمعنوا فيه بتفاصيله بالأشياء الكبيرة اللي قدمتيها فيه؟ حيشوفوا هيفا بشخصية مختلفة جدا، خليها سوربريز. في أعمال كتير حلوة هلا عم نحضرها، هيدا عمل محضر من قبل وكان لازم يصدر من قبل، بس كانت ظروفه شوي فيها تأخير بالتصوير وبس. انتوا عم تعزوا وتقدموا العزاء لبسام فتوح، التقيتوا انتوا الإعلاميين نضال أحمدية وتبوستوا، وكأنه فينا نقول انه خلص صفيت القلوب تجاه بعض. صفيت القلوب من يعني انه ايه كله تمام، و يلي بيفضى يعني قلبه ناحية الآخر بصير يكتشف مزاياه. نعم. عنده مزايا نضال، وحلو كتير إن الواحد يكتشفها، ما تكون كل الأسس والعلاقات فيها مشاكل. هلا أمرا لما بيكون عندك مشكلة مع حدا ما بيكون عندك استعداد تعرف مميزاته. نعم. يعني بس هي طيبة وكانت موجودة بالعزة وكانت عم صاحبة واجب كتير حلو، وأنا بقدر لها وقفتها كمان معي هلا. و وصدق لك عندها طيبة، عندها طيبة ومنها إنسانة يعني سعيدة إنه هي عم تخنق مع العالم، أو هي حتى منها واحدة سعيدة كتير بحياته، فهي بتحس وبتعرف إنه هي بحاجة لناس محبين حواليها. كل إنسان طيب بحاجة لناس طيبين حواليه. قبل ما نلك إلى اللقاء، هذا سؤال كان عم بيسألوه، هل هيفا حامل؟ لا ليك لا، هذا منظر. بالتوفيق وأطحن بارك. ميرسي، عاد عليكم، باي باي.